ثلاثة نجوم كرة قدم يعلنون اعتناقهم الإسلام في ربيع عام 2022. أول هؤلاء كان الأسطورة الهولندية كلارنس سيدورف، من أفضل لاعبي كرة القدم في جيله، واللاعب الوحيد الذي توج برابطة الأبطال الأوروبية مع ثلاثة نواد مختلفة، مرتين مع ميلان الإيطالي، ولقب مع أياكس الهولندي، وبطولة مع ريال مدريد. سيدورف أعلن إسلامه في الرابع من مارس عام 2022 بعد زواجه من المسلمة صوفيا مكروماتي. شكر خاص لكل الرسائل الطيبة التي تهنئني باعتناقي الإسلام، أخص عزيزتي صوفيا التي علمتني عمق معنى الإسلام بالشكر. نشأ سيدورف في عائلة مسيحية هولندية من أصل سورينامي، وبرزت مهاراته منذ صغره في كرة القدم، فلعب لأعرق نوادي هولندا أياكس أمستردام، ثم لعب لأبرز نوادي أوروبا ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني. بعدها بأسبوعين أعلن الدولي الغاني توماس بارتي إسلامه في أحد مساجد مدينة لندن، بعد ظهوره مبتسما في المسجد بجانب داعية مسلم حاملا القرآن الكريم. توماس بارتي من أبرز لاعب الوسط في الدوري الإنجليزي، ولد في غانا لعائلة مسيحية فقيرة عام 1993. باع والده كل ممتلكاته ليسافر ابنه للعب في أحد النوادي الأوروبية. انتقل بارتي إلى أتلتيكو مدريد، وهناك نشأ في فرق الشباب، ثم صعد للفريق الأول في 2015 قبل انتقاله إلى أرسنال الصيف الماضي في صفقة بلغت 45 مليون جنيه استرليني. بعد سيدورف وبارتي، لاعب برشلونة الإسباني أداما تراوري أعلن إسلامه خلال شهر رمضان. أداما كتب على إنستغرام: لا أكل لا شرب، إله واحد، حلم واحد، دون أن يكشف عن معلومات أخرى حول إسلامه وصيامه. ولد أداما في إسبانيا عام 1996 لعائلة مسيحية مالية الأصل. لعب منذ صغره في برشلونة الإسباني، ثم غادر إلى إنجلترا ولعب لعدة فرق قبل العودة إلى برشلونة مع استمراره باللعب مع المنتخب الإسباني منذ عام 2020. أداما تراوري عرف بمساندته للقضية الفلسطينية، خاصة خلال أحداث حي الشيخ جراح في 2021. اللاعبون الجدد انضموا إلى آخرين أعلنوا إسلامهم سابقا، مثل بول بوكبا ونيكولا أنيلكا وفرانك بيلان ريبيري.